أهلا 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 أهلا، ازيكم؟ شوفوا بقى، هو خبر لطيف وجميل وسعيد. طيب هنبدأ الأول بهو ليه سعيد، لأنه أنا أحب جدا وأفرح جدا لما ألاقي الجيل بتاعنا يتبوأ المقاعد الكبرى والرئاسية في المؤسسات الصحفية، ده من الحيث المنظور الجيلي لو صح التعبير. الحاجة التانية هو ليه لطيف وجميل، لأنه لما تيجي وتلاقي مطبوعة صحفية كبيرة ومهمة، واحد من أهم الجرائد والصحف السياسية في مصر والوطن العربي، ترأس تحريره كاتبة بتاء التأنيس، صحفية بتاء التأنيس، تبقى مبسوط جدا. ولما تبقى كمان صديقة عزيزة جدا 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 قوي خالص زي علا الشافعي، فالواحد يبقى إيه بالنسبة له، يعني بنقول إيه، نحن نهنئ أنفسنا. وتم تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيسا لتحرير اليوم السابع. ألف 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 مبروك يا علا. الله، علا لسه مش معانا. طب على ما هنتصل بعلا نقول لها مرة تانية ألف 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 مبروك يا علا، مرة واثنين وثلاثة وعشرة. وأكيد علا عندها يعني نقدر نقول إيه، نقول رؤية وتصور لمهامها الجديدة كرئيس لتحرير جريدة اليوم السابع. واليوم السابع زي ما أنتوا عارفين هي واحدة من أكتر الجرايد انتشارا الحقيقة في مصر، وعلا كمان واحدة من، يعني انا مش عارف بس هقول ايه، الكلام ده يطلع يزعل علا ولا ما يزعل، مش عايز اقول بقى من الناس اللي قدنا. طيب انا اكبر من علا يجي ب 15 سنه، مشيها كده. لكن هي الحقيقه من اكتر الصحفيات والكاتبات اللي بذلوا مجهود كبير جدا وشقوا طريقهم الحقيقه بمنتهى الجديه وبتعب وبمشقه، علشان النهاردة نوصل ان احنا نشوف علا تجلس على مقعد رئيس التحرير في جورنال كبير زي جورنال اليوم السابع. مش عايز اقولك ان انا عندي انحياز ناحية الجيل بتاعنا، لكن لازم ابقى موضوعي وواقعي وصريح معاك. طبعا عندي انحياز، وبشوف ان الجيل بتاعنا لسنين طويلة زمان ما كانش ممكن ياخد اي فرصة على الاطلاق. ولما جت سنة 2014 وبدأنا نشوف الدنيا بتتغير ازاي من حوالينا، وبدأنا نشوف ان في ثقة حقيقية ودعم حقيقي ودفع ايجابي جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجيل بتاعنا وللشبان اللي كانوا قدي، علا اصغر مني ب 15 سنة، انا نزلت مصر، فببقى مبسوط وسعيد. فاقول لعلا معانا على التليفون الف مليون مبروك يا علا. يا يوسف الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا يوسف. عامله ايه؟ لا كله كويس؟ على فكره انا قدك تقريبا. لا انت اصغر ب 15 بقى، خلاص مش كده. علا انا كنت اولا بقول انه الخبر ده بالنسبه لي لطيف وجميل وسعيد، سعيد علشان خاطر انا اشوف زملاء الجيل وزملاء الكفاح كده في هذه المهنه الشاقه، مهنه البحث عن المتاعب والمصاعب، وهم بيتبوأوا المقاعد بتاعه رئاسه التحرير. ادي واحد. طبعا. لكنه لطيف وجميل انه اشوف كاتبه بتاء التأنيس، صحفية بتاء التأنيس تجلس على هذا المقعد. أظن في دي أنا محق لأنها حاجة لم نعتدها. هي. يعني كان يمكن أغلب السيدات اللي تبوأوا المناصب كان يمكن مجلات أسبوعية خاصة بالمرأة، أو كمان حتى لو روزا اليوسف الدكتورة فاطمة سيد أحمد، فيعني هي مجلة أسبوعية، ولكن موقع إخباري سياسي افتكر ان ده شويه، يعني هو زي ما انت بتقول بالظبط الاول. صحيح. والاصعب الحقيقه كمان. يعني اصعب ليه بقى؟ اصعب لان هو انت موقع كبير، موقع مهم ومؤثر، ففي منظومه ضخمه جدا، فعشان تكون انت يعني بتدير هذه المنظومه فده محتاج تركيز شديد جدا، محتاج تفرغ ذهني كامل كل التفاصيل، محتاج قوة. ان انت عارف كمان فكرة، انا دايما بكلم النهاردة كنت مع الزملاء واحنا في صالة التحرير، بقول لهم ان الروح هي اللي بتفرق معايا، فكرة الروح الايجابية، ان يعني الناس ما بتتعاملش على انها بعد وقت كده ان احنا بنتعامل في المكان ده هو مكاننا بقى وخلاص فبنعمل شغلنا ونروح. لا، الروح ان انت تبقى طول الوقت معني ان مكانك ده يفضل في الصدارة ويفضل يبقى واحد، وطول الوقت بتربينا عليه في التجربة كلها، ويعني أنا يعني الحمد لله كنت من مؤسسين التجربة في السرعة والجودة في الأداء وكل ده، فده بالنسبة لي هو الأساس، إن أنت تفضل محافظ على الشغل وعلى موقع المكان. كمان التطور في الإعلام في الميديا بقى مذهل، فأنت كمان لازم هتواكب ده إزاي؟
يعني انت كمان في مهنه بتشتغل حواليك، لا في تطور مذهل الحقيقه، خصوصا في ظل التقدم التكنولوجي المرعب اللي حاصل حوالينا، فانت ازاي هتقدر تواكب كل ده وتؤهل الناس اللي عندك ده يبقوا مستعدين لده كمان نفسيا وتدريبيا وعلى كل المستويات. فبشوف عشان كده ان هي مهمه شاقه جدا يعني، وطبعا لازم يعني لازم كده وانا بتكلم معاك اشكر يعني الشركه المتحده لان ثقه كبيره صحيح. جدا 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 صحيح. يعني الحقيقه اتمنى ان انا اكون قد الثقه، اتمنى ما اغزلش القائمين على الشركه لان بالنسبه لي يعني ده تحدي جديد. انا كنت كده بقيت واصله مرحله الله بقى خلاص كلها الواحد كانت سنه كده بقى ويبقى لطيف ويعيش حياه بسيطه بسيطه، فجاه لقيت نفسك مرمي كده خلاص في تحدي ضخم تاني يعني. فان شاء الله يا رب اللي جاي يبقى افضل، ويعني اللي انا يعني بوعد بيه والله ان انا هشتغل لاخر جهد فيا بزملائي طبعا لان انا من غيرهم ولا حاجه الحقيقه، وانا قلت لهم الكلام ده انا بيكم انتوا، انا انتوا في ظهري وانا في ظهركم وبندعم بعض، ودي تجربتنا اللي لازم تفضل مستمره وتفضل متصدره. فيعني فيا ربنا يا رب يعني اللي جاي يبقى افضل ان شاء الله. طب علا يعني انت جايه من المربع والمدرسه النقديه، هل ده هيبقى مؤثر عليكي في ادارتك لتحرير اليوم السابع؟ ولو مؤثر هيبقى مؤثر ازاي؟ يعني هتبداي ازاي تصيغي الرؤى التحريريه بتاعه مؤسسه اليوم السابع؟ دي حاجه كبيره. شوف انا هقول لك على حاجه لان في ناس كتير يمكن ما يعرفوش خلفيه، انا لما ابتديت صحافه انا ما اشتغلتش سينما في الاول. انا كل بداياتي انا على فكره يعني اشتغلت في كل الاقسام. صحيح. ان انا اشتغلت في الرياضه، كنت بغطي حتى رياضات زي الكاراتيه والجودو كل ده اشتغلت، كره قدم وكل اشتغلت حوادث بالمناسبه، كنت بروح اقسام وبنزل، اشتغلت اقتصاد، اشتغلت سياسة لان احنا في وقت ما كنا بندرس في الجامعه كان كمان في مكاتب عربيه كتير في صحيح. مصر، كنا بنشتغل من خلالها، كانت بالنسبه لنا هي مصدر مهم يعني. فانا من خلال ده انا خدت زي ما تقول كده جوله يعني هنا 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 في كل الاقسام، تحقيقات كله، فانا بقى في مستقر في يقيني كده هو انا اميل لايه؟ اميل انا حابه اتخصص ايه؟ فلما قررت اتخصص انا سينما لان انا بحب السينما. وما كنتش ابدا عايزه ابقى نموذج الصحفي الفن اللي هو اين ترعرعت سيدتي اللي احنا كنا بنهزر عليه دايما ده ونسخر منه، لا انا كنت عايزه افهم هي ايه الصناعه دي، الصناعه نفسها الشغلانه دي ماشيه ازاي. فعشان كده درست تاني معهد سينما، ومن حبي للفن والسينما فانا بقيت مركزه في منطقه النقد ده والمنطقه النقديه، ولكن ده ما فصلنيش ان انا ابقى بتابع حاجات تانية. وزي ما بقول لك يمكن ان الواحد احنا كنا زمان عندنا قدره على مش عايزه اقول البهدله، المرمطه الحقيقه، احنا كنا بنشتغل وبنشتغل بجد ومن قلبنا وعايزين نتعلم، والحمد لله انا دايما بشكر ربنا ان انا لحقت كمان جيل من الاساتذه الكبار اللي اشتغلت معاهم يعني، فده بالنسبه لي كان كمان علمني حاجات كتير. اشتغلت مع استاذ انيس منصور الله يرحمه، مع استاذ عزت السعداني الله يرحمه، استاذ ابراهيم حجاجي الله يرحمه، استاذ عبد الوهاب مطوع، يعني الرحمه ليهم جميعا. فالحقيقه ده خلاني شويه عندي اقدر اقول كده الخبره. انا ممكن كمان اقول لك انا اشتغلت اطفال يعني، ف مجلة أطفال، وكان ده من التجربة المهمة جدا، وكنت ساعتها أقول لنفسي أنا هعمل إيه في مجلة أطفال؟ الحقيقة لقيت لها مردود بعد سنين طويلة جدا لما اشتغلنا مشروع يحيى وكنوز. فأنا أقصد إن البني آدم طول ما هو بيتعلم وبيكتسب خبرات بشكل أو بآخر هيلاقيها بيستفيد منها في توقيتها المحدد. أنا الحس النقدي اللي أنت بتقوله ده بالعكس أنا مش عايزاه يبقى زي الفترة الجاية. أنا في البداية أنا يعني أنا بسمع كل زملائي وبنقعد مع بعض ونتكلم عشان يبقى عندنا هدف نطور إزاي ونشتغل إزاي. الحس النقدي ده بيبقى عندي أنا بقى على نفسي، بالمناسبة أنا بمارسه أكتر على نفسي. هل أنا كده صح؟ هل أنا تمام؟ هل أنا قصرت هنا؟ لا المفروض يبقى كذا. ده شوية لو عامل كده زي بتجلد نفسك يعني في لحظات كتيرة. بس هيكون مفيد ليك ان انت بتشوف برضو، عارف زي ما بتشوف فيلم السينما فانت عينك بتلمح ايه ممكن يبقى الخطا هنا، ايه المشكله في السيناريو فين هنا، فانت هتلمح الحاجات الصغيره دي. ده يعني كده غششتك مش هقول تاني. طب بصي يعني انا زيك وضم نفسي لنفس مساحه الشكر للمتحده انها طبعا ادت المساحه دي وبتضرب مثل كمان مهم جدا. بس طبعا كمان هحملك بقى مسؤوليه كمان تانية، يعني المتحده حملوكي المسؤوليه بتاعه رئاسه التحرير، دي مسؤوليه لا يستطيع احد تحميلك ليها غير المتحده. انا جاي اقول لك بقى ايه، مدام روزا اليوسف جايه من طبعا نفس المربع، مربع المسرح مش بقى السينما، مربع النقد الذاتي اللي انت لسه كنت بتتكلمي عليه، وعملت لنا روزا اليوسف وصباح الخير. فيا علا انت كده تاني واحده،
يا يوسف ده كلام كبير قوي. بص والله انا بكلمك بامانه إن علا، احنا زملاء واصحاب واخوات، فانا بقولها لك بامانه يا علا، انت تاني واحده وانت قدها وقدود. يا رب شدي حيلك، وعلى رأي عبد الفتاح الاسري عشان السيمه، سير يا نورماندي، سير يا علا، وربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا جزيلا. ده انا اللي شكرا، وانت هتضربي مثل مهم جدا لكل الصحفيات اللي لسه بيبداوا حياتهم وهم لسه في سنه اولى في الكليات اللي هم بيدرسوا فيها، مش بس كليه الاعلام، كل واحده في خيالها في حلمها انها تبقى صحفيه وتبقى كاتبه، هتبقى شايفه قدامها مش الماضي بتاع الست روزا اليوسف، اللي هي بالنسبه لابناء روزا اليوسف زي حالاتي كده، انها المثل، والمثل المهم والكبير والعظيم في مدارس الصحافة المصرية. بس عمليا علا كده هي نمرة اتنين، مش نمرة اتنين علشان بس هي علا يعني سيدة وكاتبة ما بحبش عموما المصنفات الجندرية دي، لكن عمليا هي جاية من نفس التركيبة. يمكن الست روزا اليوسف كانت بالأساس ممثلة مسرحية عظيمة ومهمة ومنتجة وتكتب نصوص مسرحية وتترجم وما إلى ذلك، الست روزا اليوسف خدت قرار أنها تبقى صاحبة مؤسسة صحفية عظيمة وتهتم بالسياسة. يعني روزا اليوسف دي كانت طالعة عشان تبقى سياسة، مش عشان تبقى فن. ولما حبت تعمل مجلة أو مطبوعة أخرى للشباب فعملت صباح الخير. عندنا كاتبات كتير في مصر في تاريخنا طبعا، كبيرات جدا، أسامي لامعة في الصحافة العالمية من مصر ده أكيد، بس زي ما كنت بقولك إيه، إحنا دايما كنا نلاقي الناس بتبص لورا يقولك إيه، هو فيها هيبقى زي روزا اليوسف تاني؟ يعني هل تتخيل ان ممكن يبقى رئيس التحرير جورنال سياسي بعد الست روزا اليوسف؟ ويمكن علا ذكرت الدكتوره فاطمه سيد احمد، ودي بقى حبيبتي جدا 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 جدا، وهي عارفه انا احبها قد ايه يعني، وانا دايما اقعد اقول لها انا تربيت ايديكي بس مش عاوز اعجزك ولا اكبرك. فبس المطبوعه الاسبوعيه حاجه واليوم ده حاجة تانية خالص. ألف مبروك علا، وألف شكر على المداخلة، وألف مبروك مرة واثنين وثلاثة. شد حيلك، قدها وقدود.